أهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين، معكم عماد وليام مرة أخرى في فيديو جديد. والنهاردة هنتكلم عن التحديث اللي أعلنت عنه مايكروسوفت في 29 سبتمبر 2021 برقم 22468 والخاص بالديفت شانل. أنا بنتهز الفرصة في هذه المرة وبقول إن أنا لما بكون مش مستوفي الشروط بتاعت التحديث دايما، علشان ناس كتير بعتت لي في الموضوع ده، فلما باجي اعمل الداونلود بيجي عند وقت معين او نسبة معينة مئوية وبيتوقف وبيطلع لي الرسالة دي بيقول لي this PC doesn't currently meet Windows 11 system requirements، وبنعمل كلوز وما بيحدثش، و بيقول setup is cleaning وبيقفل. علشان انا اتحايل على المشكلة دي، في فايل، الفايل ده انا هسيبه لحضراتكم، اللينك ليه في الديسكريبشن اسفل الفيديو، تقدروا تعملوا له داونلود. الفايل ده انا هاخده واعمل كوبي، هحطه فين؟ هحطه في الدرايف سي. انا هيظهر عندي بارتيشن بهذا الشكل اللي هو WinRig Agent، هفتحه في السورس. لما يظهر عندي الملفات دي هعمل له بيست، لو قال لي ريبليس هريبليسه. ارجع تاني على الويندوز ابديتس واعمل فيكس ايشوز، هنشوف هذا كان هيكمل ولا لا لما عملت الخطوة دي. هو هنا بيقول almost ready، عدى الخطوة ووصل 9%، وهنشوف هيوصل لحد 100% ويكمل ولا لا. بس هو كده عدى فعلا التشيك وهيكمل. هقف لحد ما يبقى يقرب على 99 وارجع لحضراتكم. رجعت لحضراتكم بعد ما عمل داونلودنج ل 99%، وبعد ما هيوصل ال 100% هيعمل الانستولنج للتحديث اللي هو رقمه 22468.1000، وده خاص بالديف شانل. وصل ال 100%، وبعد ما يخلص الداونلودنج النهائي هيبتدي يعمل انستولينج. ابتدى يعمل انستولينج، وهرجع لحضراتكم برضو بعد ما يخلص علشان وقتكم. خلاص هو خلص التحديث، والمفروض ان انا اعيد تشغيل الجهاز دلوقتي، فانا فعلا هعيد تشغيل الجهاز وارجع لحضراتكم بعد ما نعيد تشغيله. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما عملنا إعادة تشغيل للجهاز، وبعد كده لو جينا شفنا في الإعدادات الإصدار بتاعنا دلوقتي، هنيجي عند About وهنشوف الإصدار بتاعنا رقمه 22468.1000. لما نيجي بقى نتكلم عن التحديث اللي اتكلموا عنه المرة دي، حاجة خاصة بالفي بي ان، والحاجة التانية اللي هي حطوا اوبشن في التاسك بار سيتنج علشان يتعمل له تيرن اوف شوينج ريسنت سيرشز، اللي هي لما باجي انا اقف بس بالماوس على السيرش ظهر عندي الريجستر اديتور والفايل اكسبلورر والمكرر. الحاجات دي لو انا عايز ما تظهرش ويظهر السيرش بس، دي موجوده في الاوبشن اندر تاسك بار بيهيفير ان ذا تاسك بار سيتنج. لو انا جبت كليكت يمين على اي مكان فاضي في التاسك بار وجبت التاسك بار سيتنج، هنزل تحت في التاسك بار behaviors هلاقي show recent search when I hover over the search icon. لو انا شلت علامة الصح من هنا
جيت اروح عند سيرش هلاقيها مش موجودة. لو جيت اعلم عليها تاني واقف عليها هتظهر مرة تانية. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، واللي اتكلمنا فيه عن التحديثات الجديدة اللي اعلنت عنها مايكروسوفت بتاريخ 29 سبتمبر 2021. وشكرا لحضراتكم، والى اللقاء في فيديوهات قادمة.